السلام عليكم ورحمة الله أخوة، إن شاء الله تكونوا بخير. دناكم طلع خفيفة أخوتي فيما يخص صيد الجحور. هذه اللي أنا أخوة تيرينا حبة صار ما شاء الله عليها في عمق ما يتجاوز 5 متر. النقطة اللي حبيت نطرق ليها أخوتي، والله زوج نقاط على العموم، هو طريقة المباشرة تاع الجحر. كما ديما نحكيو الخوة، كما شتو لهنايا يعني ما هبطش اون فاس الجحر ديريكت، ما حصرت روحي على الجهة لهنا اليسرى. علاش خوة؟ باش الظل تاعي ما يقصش الجحر وما يربطش السمك، لأنه كون يرتبك السمك راح يهرب. والحاجة الثانية أخوتي، قعدت مدة معينة علاش باش تولي تسمح لي الرؤية نشوف بلا ما نشعل المصباح، لأنه الجحر هذا عنده بزاف دخلات، وكنت بقت فيه المصباح راح يهرب السمك. الحاجة الأولى كي تهبط، وكيما شفتوا في كي هبطت انايا يعني ما قفلتش الجحر، الظل تاعي ما دارش ما ارتبكش السمك، قعدت في بلاصتو. والحاجه الثانيه خاوه، كيما بقتش المصباح كانت سمحت لي الرؤيه باش نزيد نشوف ونشوف الطريقه جيده وين نقدر نخير السمك الكبيره نديريها. والحمد لله الخاوه على العموم هذه يا خاوه، ان شاء الله يكونوا خرجات ملاح. نشاركوا مع احبابنا وتهلاو في رواحكم. السلام.